ثغرة محمد يتلو السر بالحراب يا كف عالين وهي تحن على الفقراء يا ثغرة محمد يتلو السر بالحراب يا كف عالين وهي تحن على الفقراء يا سيدنا الأنقى يا قائدنا الأتقى يا أجمل منتظر بالحق يقود اليوم لواء يا ثغرة محمد يتلو السر بغارحه العدو يحاول بث اليأس من تحقيق أهدافكم بين والوعد الإلهي يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين فثقوا ثقة تامة بوعد الله المؤكد يا رشا الطف بنا يا هيئة للذل على شفتي مولاك حسين يا رشا الطف بنا يا من خلف السحب ضياء يا ندبة نبوها يا وعدا مفعولا يا أجمل منتظر للحق